بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيّنت هذه الآية أن القبيلة هي مكون اجتماعي للناس ليتعارفوا وليتواصلوا في الدنيا، هذه مهمتها فقط. إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا وليتواصلوا ولتتوادوا ولتتحابوا ولتتعاونوا، لكن ليس لها أي مقصد آخر يتعلق بأن تتخذ موقفاً معها أو ضدها مخالفاً للحق، لأن الله عز وجل عقب هذه الآية بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن عندما تريد أن تقيم الناس وتحكم عليهم بالصلاح أو بغيره، بالنجاح أو بالفشل، لصلاحية هذا الشخص لأن تناصره وتقف معه، لصلاحيته أن يتولى عليك وظيفة ويتولى عليك منصبا أو يرشح في مجلس، ما هو المعيار في هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس للقبيلة، القبيلة فقط لتتعارفوا ولتتواصلوا، ما عدا ذلك ليس للقبيلة محل ولا وزن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التناصر بالقبيلة والتعصب لها، وحذر منها أشد تحذير، وذكر أن من فعل ذلك مات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى عصبية وغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية. إذا كان الإنسان، إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقال: إن الله تبارك وتعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية، كبرها وتفاخرها. عبية الجاهلية مع تفاخرها وكبرها ونصرتها لذاتها، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. كلكم لآدم مؤمن تقي وفاجر شقي، هذا هو المعيار. عندك اثنان لا ثالث لهما: مؤمن تقي أو فاجر شقي. مؤمن يتقي الله، التقوى معناها أن الإنسان في ذاته يغضب لغضب الله وينتصر لنصرة الله عز وجل، يأتمر بأمره ويجتنب نهيه، وتكون مواقفه هي تبعا لمرضاة الله عز وجل. التقوى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بالمظاهر ولا بالدعايات ولا بالإعلانات ولا بما يغرك من مظهر الإنسان، بل بما هو في حقيقة أمره. وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه الشريف. فالتقوى معناها أن الإنسان يخاف الله عز وجل في السر والعلن. التقوى معناه أن الإنسان يقف عند محارم الله عز وجل عندما يختلي بنفسه، لا يكون عليه رقيب إلا الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان ليس عليه رقيب من قانون ولا إنسان من البشر، وهو بينه وبين ربه وعرضت عليه المعصية فخاف الله وتورع واتقى الله وترك، هذا هو معنى التقوى.
ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل عرضت عليه امرأة ذات مال وجمال نفسها فقال إني أخاف الله، ما فيش إلا الله عز وجل هو الذي يراقبه. هذا هو معنى التقوى. ولذلك الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى صنفين، مؤمن تقي وفاجر شقي، كلكم لآدم وآدم من تراب. فلذا ما نراه الآن من انتماءات للجهات والقبليات وانتشار السلاح الموجود الآن، وكل سلاح مكتوب عليه اسم جهته، هذه ظاهرة سيئة لابد أن نتخلص منها، لابد أن نمحو هذه التسميات، لابد أن يكون انتصارنا كلنا لله عز وجل ولرسوله، ونرفع شعار الوطن كاملا، لا شعار الجهة، لا شعار ثوار تاجورا ولا تاجور ثوار الزنتان ولا مصراتة. وانظروا كيف هذا أثر في نفوسنا، وصار الناس إذا دعاهم داعي باسم أي جهة ينفرون ويخرجون دون حتى أن يتبين الأمر. عندما تحصل الصدمات كما نراها الآن وصارت تتكرر بين أي معسكرين بسبب هذه التفرقة وهذه الانتماءات البغيضة القبلية العصبية المحرمة شرعا، التي هي من دعوة الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم شد تحذير وقال دعوها فإنها منتنة. كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار في أول الهجرة، إن ضربه كسعه وضربه بيده وبرجله على قفاه وعلى أي جهة منه، فقال صار الصخب وارتفعت الأصوات، قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، قال ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. واستغل هذا ابن أبي من المنافقين، كما يستغل الآن كثير من الخارجين والمتضررين من هذه الثورة المباركة، يستغلون هذه النزاعات التي تحصل من حين لآخر فيثيرون بها الفتنة ويصرحون في العالم ويظهرون البلد أمام الدول الأجنبية التي تتربص بنا بأننا مقدمون على حرب أهلية وعلى تناحر وعلى تقاتل، وهذا يسهل دخول الأجنبي لبلادنا. فانظر إلى المفاسد، انظر إلى المفاسد التي تترتب على هذه الدعوة، دعوة الجاهلية ودعوة القبلية والانتماء للبلد والانتماء إلى الجهة. لا نريد ثوار مصراتة، لا نريد ثوار زنتان، لا نريد ثوار تاجورا، لا نريد ثوار مجلس العسكري طرابلس، نريد ثوار ليبيا. لابد أن نفعل هذا، لابد أن نقوم بهذا الأمر. ولذا كان نستمر في هذه الانتماءات وهي تتعمق وتتأكد وتتأصل فينا، ويبقى كل ما يحصل خصام بين سفهاء قوم، عندما يخرج ناس ويدعون مثلا ينتمون إلى أي جهة من سوق الجمعة ولا من تاجورا ولا من مصراتة، يثيرون فتنة، وتخرج جهة أخرى مقابلة لهم كما حصل في اليومين الماضيين في شارع الزاوية، تخرج فئة أخرى تقف ضدهم وتقاتلهم، فيرفع شعار مصراتة ويرفع شعار الزنتان ويرفع شعار طرابلس، وأهل مصراتة الحقيقيون الثوار الحقيقيون والعقلاء، وأهل الزنتان العقلاء والحقيقيون والثوار الأصليون كلهم براء من هذا. كل بلد فيها سفهاء، كل جهة فيها سفهاء، قد يخرج سفيها قوم ويعلن فتنة ويعلن قتال، ثم تتداعى له بقية الناس الذين فيهم انتماء للعصبية وانتماء للقبلية، وتداعى لهم الجهة الأخرى وتنشب الحرب وتسفك الدماء.
دم المسلم ليس رخيصا، ليس سهلا بهذه، ليس بهذه السهولة. الناس استسهلت القتل لأن السلاح عندها واعتادت عليه وألفته، فاستسهلوا القتل ويخرجون لكل صيحة. هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وذكر أنه من دعوى الجاهلية. من خرج كما ورد في صحيح مسلم، من خرج من الطاعة، من خرج من طاعة، يعني من طاعة الإمام، فمات مات ميتة جاهلية. من خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده فأنا بريء منه، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. ومعنى أنه بريء منه يعني ليس له أهلية في أن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون. قد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل من لا يكون على سنته ولا يكون على عهده، فذكر أنه كما ذكر الله عز وجل عن نوح عليه السلام عندما قال إن ابني من أهلي، قال الله عز وجل ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من آبائه في الجاهلية، حتى آبائه في الجاهلية، حتى آباؤه في الجاهلية تبرأ منهم وقال إن ولي الله وصالح المؤمنين، هؤلاء هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرأ حتى من آبائه في الجاهلية، تبرأ من كل فعل ينتسب إلى الجاهلية. فكذلك ذكر الحديث من قاتل تحت راية عمية، قاتل تحت راية عمية، عمية بكسر العين وتروى بضمها، عمية أي منسوبة إلى العمى وعدم الوضوح، زي ما يخرج كما يخرج الناس الآن يسمعون إشاعة هكذا، يقولون هناك ناس اعتدوا على ثوار تاجراء، يلا اخرجوا، يداع ويعلن الاستنفار ويأخذ ناس أسلحتهم ويخرجون دون أن يتبينوا. ثوار التاجراء قد يكون رجل منهم مجرم من أهل التاجراء، مخمور، حشاش، سارق، اعتدى على حرمة إنسان، هذا من حق من اعتدى عليه أن يقتله أو يقبض عليه أو يحيله إلى المحاكم أو يسجنه، فما بالنا ننصره هكذا على راية جاهلية، على راية أمية. لا يجوز إنسان يخرج ليقاتل بسلاحه إلا إذا تبين له الأمر وكان إلى جانب الشرعية، شرعية الأمة، شرعية الدولة، الجماعة. لا يجوز إنسان يخرج على الجماعة، الجماعة هم من كانوا يمثلون ولي أمر المسلمين، هؤلاء هم الجماعة الذين يجب أن نناصرهم. فإذا كان استنفرك الإمام واستنفرك ولي الأمر وجماعة المسلمين الذين أعطاهم الحاكم الشرعية، قال لك الدولة الآن مهددة لأن هناك ناس يريدون أن يبثوا الفوضى، هجموا على المقر الفلاني، على المكان الفلاني، يريدون أن يأخذوا شيء بالقوة، إذا استنفرك الإمام فاخرج، فعندها لن تكون قد خرجت تحت راية عمية، خرجت تحت راية حق لتقيم الحق وتبطل الباطل. أما إذا خرجت دون أن تتبين لمجرد أن شخص لنعرة أو لعصبية استدعاك فقمت وأخرجت السلاح وقتلت، فذلك هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقتلة جاهلية، قتل على الضلال، يعني مات على الضلال، مات على الفرقة، لم يمت على الإسلام الذي أمر الله عز وجل أن يموت عليه المسلمون، بل مات على هيئة أهل الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مثل هذا القتال، قال القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قتال الفتنة، وذكر أن القاعد فيه خير من القائم، والقائم فيه خير من الماشي. فلابد أن ننتبه لمثل هذه المسائل، لأن يستجرون للفتنة، يجرون البلاد للفتنة، وصار القتال يتكرر بين الجهات،
كل مرة يعلنوها بين في الجهة الفلانية والجهة الفلانية والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية. ولذلك حذر ولي الأمر من جرار البلاد إلى قتال حرب أهلية. لا نريد، نسأل الله أن يعافينا من ذلك، لا نريد البلاد أن تنجر إلى ذلك. هي لم تدخل في هذا بعد، لكن ربما إذا استمر تكريس هذه المعاني استمرت وصلنا نؤكد هذه الانتماءات، وكل إنسان ينتصل إلى جهته وينتصل إلى قبيلته، ربما نصل إلى هذا ونقع في هذا المحذور. من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية ويغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية. يدعو لعصبية، يدعو لنصرة قومه، هكذا، لا يدعو لنصرة الحق، لا ينتصر للحق، وإنما ينتصر لأنه هذا من الزنتان، لأن هذا من مصراته، لأن هذا من تجوره. حرام، لا يجوز المسلم ينطق بهذا ويتكلم به. المسلم منصف، أينما وجد الحق تبعه، أينما وجد الحق تبعه، لا يتبع أي جهة أو انتماء أو عصبية أو قبلية أو قرابة، بل يتبع الحق أينما وجده، لا يهم. ولذلك عندما تختارون الآن في الانتخابات تختارون المرشحين، لابد أن تراعوا هذا. إذا اخترتم وانتخبتم من يتقي الله ويخاف الله عز وجل فسيحقق لكم النفع أينما كنتم، سواء كنت هنا أو في طبرق أو في غات أو في غدامس. إذا اخترت إنسان يتقي الله ويخاف الله فإنه سيحقق النفع لجميع الأمة، لأنه عنده لأن الذي يخاف الله عليه رقيب من نفسه، رقيب من الله عز وجل. لا تحتاج أنت إلى أن توصيه ولا أن تقول له افعل كذا، وإلا البلد الفلاني مهملة، وإلا البلد الفلاني فيها انتهاكات، وإلا البلد الفلاني مهمشة. لا تحتاج إلى ذلك، لأنه عندما يخاف الله يشعر بهذه المسؤولية كلها، يشعر بمسؤولية الأمة، بعظم الحمل الملقى على عاتقه. فإذا كنت قد اخترت من توفرت فيه هذه الصفة وهي تقوى الله والخوف من الله عز وجل، فهنا ونم قرير العين، ولا تحتاج بعد ذلك إلى أن يكون هو منك ولا من قبيلتك وإلا من جهتك، لأنه سيحرص عليك كما يحرص على غيرك ويحرص على البلد على حد سواء. أما إذا اخترت إنسان لعصبية لقبلية لقرابة، لأنه وعدك بمنصب أو وعدك بمال أو مناك كما يمني الشيطان بشيء من الدنيا وزينتها، فإن ما يفعله من فساد وظلم وضرر سيحيق بك أنت أول، لأنك أنت أقرب الناس منه وفي منطقتك وفي بلدك وفي قبيلتك، وسيعم ضرره وفساده الأمة كلها، وتكون أنت مسؤولا عليه. مسؤوليتك أمام الله عز وجل، تقف أمام الله عز وجل ويعرض عليه هذا الفساد، يوقفه ويوقفك أنت معه، ويعرض الله عز وجل عليه هذا الفساد الذي أحدثه في الأرض من تقصير ولا ظلم وإلا كيد وإلا مكر وإلا سرقة وإلا أي فساد لم يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، سيسأل عنها وتكون أنت معه، ويسألك الله أنت عز وجل عنها ويقول لك أنت السبب، لأنه لولاك لما وصل إلى ما وصل إليه، لأن من دعا إلى ضلال كان عليه وزره، ووزر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، سيحمله وزره كل ما فعله من تقصير ومن ظلم ومن انتهاك حرمات ومن عدوان ومن اعتداء ومن سرقات، سيعذب به ويحاسب عليه، ومثله عليك أنت الذي اخترته. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. لا تظن أن المسألة عندما تختار انتهت مسؤوليتك وخلصت منها، وهذه مهمة الشخص الذي اخترته، فالتبعة تتبعك في عمل الشخص الذي اخترته. أنت مسؤول عن كل تصرف وعن كل عمل يعمله هذا الشخص. فإذا اجتهدت
عملت وسعك في أن تختار من يقيم الحق ويتقي الله عز وجل، وبذلت جهدك في ذلك، بعد ذلك حتى لو هو أخطأ لا مسؤولية عليك، لأنك أنت انتقلت في لأنك أنت انطلقت في اختيارك على مبدأ صحيح أمرك الله عز وجل به، وأنك بأنك اخترت ما من يتق الله وبالمعيار الذي ذكر الله عز وجل في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تقول له يا رب أنت ذكرت لنا في كتابك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنا لم أختره لعصبية ولا لقبيلة ولا لقرابة، وإنما اخترته للمعيار الذي ذكرته يا رب لنا في القرآن، وهو ما ظهر لي من تقواه، فإن كان هو على غير ذلك فهو مسؤول عن نفسه، وأنا فعلت ما فعلت بما ظهر لي من أمره، أنت هذا هو فقط المسؤول عنه. بعد ذلك إذا أنت اجتهدت وأديت ما وجب عليك واخترت بهذا الاختيار الصحيح وهذا المعيار البين الذي ذكره القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك إذا فعل شيئا مخالفا للشريعة فإثمه على نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إذا بغى بعد ذلك فأنت بريء منه، لكن مسؤوليتك أنت في المرحلة الأولى في النقطة الأولى. الآن البلد هنا أعلنوا هذا الأسبوع على انتخاب مجلس للشورى، وهذا مجلس في غاية الأهمية، لأن مجلس الشورى إذا اخترتم فيه ناس عقلاء أمناء يخافون الله عز وجل فكل الأمور ستسير بعد ذلك في الاتجاه الصحيح، لأن مجلس الشورى هذا سيوجه المجلس المحلي للبلد وسيوجه المجلس العسكري وسيكون له رأي في كل القرارات المهمة في البلد، فلا بد أن تحرصوا على اختياره على وجه صحيح، وأن تتخلصوا من العصبية، وأن تتخلصوا من الأنانية، وأن تتخلصوا من الهوى، هذه مسؤوليتكم الآن. كنتم تتمنون أن يسر إليكم أمر أنفسكم فتختارون الخير لأنفسكم ولأهليكم ولبلدكم، ها هي الآن الفرصة قد حانت وقد واتتكم، فلا تسيئوا استعمال هذا الحق ولا تكونوا سلبيين، لأن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أشارك دعني من هذه المسألة، يتحمل وزرها يتحمل مسؤوليتها. لو كان كل إنسان يتصرف بهذا المنطق معنى الناس الذين أنت تقدر المسؤولية فتصرفت بهذا المنطق السلبي، هناك أناس لا يقدرون المسؤولية ويرون عندهم مآرب يريدون أن يصلوا إليها، فيختارون الناس على المعيار الفاسد، معيار القبلية ولا العصبية ولا الجهل ولا النصرة لأي مستوى من المستويات التي لم يعتبرها الشرع، فيشاركون بكثافة ويخرجون ناسا من بطانتهم ومن صفتهم ومن نعوتهم ويتولون المسؤولية في البلاد فيفسدون الحرث والنسل، بعد ذلك ما يكون أنت موقفك؟ هل أنت تنجى بهذه الصورة وبهذا التحليل الذي ذكرته لنفسك وبررت به غيابك؟ هل أنت تنجو من حساب الله؟ لا تنجى من حساب الله، لأن كل فرد منا مطالب، كل فرد منا مطالب بأن يعمل على إقامة دين الله في الأرض، وأن يعمل على إقامة الحق ونصرة المظلوم، وهذا لا يتأتى إلا إذا مكنت من الحكم ناسا صالحين، فإذا لا تستطيع أن تقيم دين الله في الأرض ولا أن تنصر الحق إلا إذا انتخبت ناسا صالحين، فإقامة دين الله في الأرض متوقفة على إقامة الناس الخيرين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إقامة دين الله في الأرض واجبة ولا تتم إلا باختيار الناس الصالحين، فإذا اختيار الناس الصالحين واجب، من يختار الناس الصالحين؟ نحن نختارهم،
فإذا وجب علينا أن نختار الناس الصالحين، ولا يتجوز لنا السلبية ولا البقاء في البيوت عندما يعرض علينا ترشيح أو انتخاب ناس ليتولوا مسؤولية، سواء كان الآن على هذا المستوى الصغير مجلس شورى في البلد هنا، وإلا على المستوى الأكبر مجلس وطني لاختيار لجنة تصيغ الدستور الذي يحكم البلد في المستقبل، أو على مستوى أعلى عندما يكون هناك انتخاب على مستوى ليبيا كلها لاختيار المجالس النيابية لمن يحكم البلد وتتكون منهم الحكومة. هذه كلها انتخابات لابد من الناس أن يشاركوا فيها بقوة، وأن يتقوا الله في الاختيار، وأن يكون معيار اختيارهم هو ما قلناه، هو نصرة دين الله والتقوى والعمل الصالح والكفاءة في من يتولى المنصب ويتولى المجلس، وأن يبتعدوا عن التعصب، عن التعصب للقبيلة وللأهل وللجماعة وللقرابة ولمن يعطيك المال ولمن يمنيك بالمنصب. هذه كلها مسؤوليات توضع على عاتقك أنت أيها الفرد المسلم، لابد أن تقدرها قدرها وأن تختار القرار الصحيح في الوقت الصحيح. فإن البلد إذا لم ينتبه الناس إلى هذه المسألة ويهتموا بهذه الأمور فإن الثورة ستسرق، إن الثورة ستسرق. هناك فئة كثيرة كبيرة متضررة من إقامة الحق، لا يعيشون إلا على الباطل، لا يعيشون إلا على الرشاوة، لا يعيشون إلا على استغلال النفوذ. تعلمون الآن أكثر مضى علينا أكثر من 40 سنة، الناس كلهم كان من يريد أن ينجح في عمل، في تجارة، في منصب، في أي جهة من الجهات من زينة الدنيا، كان ما عنداش جهة يلجأ إليها إلا الظلم والرشوة والتملق للحاكم، فليس لم يكن هناك عدل ولا انتخاب ولا حق. فكانت هناك فئات كثيرة من الناس تضررت بهذه الثورة المباركة، فلا يحبون للبلد أن تستقر. ولذلك حتى الناس الذين الآن يعتصمون في الميادين نسبة كبيرة منهم لهم مطالب محقة، يريدون الشفافية، يريدون من الدولة أن تبين لهم بعض الأشياء اللي هي الآن موضع ريبة، تداخل الاختصاصات، عدم الوضوح، عدم الشفافية، تسلق بعض ركائز النظام السابق في مناصب قيادية. يريد من الدولة أن تبين لهم هذه الأشياء والمبررات لذلك، وخصوصا أن الدولة الآن أصدرت قرارات جريئة وقوية ومهمة جدا، استبعدت كل من كان له تعاون في النظام السابق على في أي مركز قيادي أن يتولى الآن أي منصب في الدولة قيادي. هذا قرار في غاية الأهمية وقرار موفق من الدولة. فالذين نريد أن نحذر الناس منه، من حقنا أن نحتج، ومن حقنا أن نطالب الدولة بالوضوح وبالشفافية وأن تبعد الناس المتسلقين، لكن لا نتيح الفرصة لأعداء الثورة أن يدخلوا من خلالنا وينفذوا مآربهم الفاسدة من خلال شعاراتنا الصحيحة. الناس الذين يعتصمون منهم نسبة كبيرة لها مطالب هي مطالب الشعب الليبي كله، مطالب تطلب الحق، تطلب المحاسبة، تطلب الوضوح، لكن تلتف معهم جهات أخرى متضررة تريد أن تسرق الثورة، وتعمل مقابلات مع الإعلام، وتبقى تنادي بإسقاط ناس شرفاء، ناس ماضيهم ناصع مثل بياض. الذي نريد أن ننبه الناس إليه أنك إذا أردت أن تحكم على إنسان، هل هو متسلق ولا غير متسلق، هل هو فاسد وإلا صالح، انظر إليه خلال 40 سنة قبل قيام هذه الثورة، انظر تاريخه، ارجع إليه، اسأل عليه الناس. إذا كان طول هذه المدة 40 سنة وأبواب الفساد مشرعة، يعني باب الفساد مفتوح على مصراعيه، من يريد أن يكذب يكذب، من يريد أن يغش يغش، من يريد أن يسرق المال يسرق، من يريد أن ينافق ينافق، يعني ما يطلبوش منك إلا شيء قليل جداً.
وهو أن تكفر بالله في نظر هذا الشيء قليل. هو يقول أي كلام أي شعار من شعارات الكفر يفتحوا لك أبواب خزائنهم ويعطوك المناصب الذي لا دين له، يرى أن هذا شيء قليل ولا قيمة له، ويدخل معهم في هذه السياقات وهذه الهتافات الفاسدة وهذا الفجور، وتفتح له الحسابات بالملايين في الخارج وفي الداخل والعمولات، ويفتح له النفوذ والسلطان، ويصبح هو من اللجان الثورية، يقتل من يريد ويسجن من يريد ويطلق سراح من يريد، يفعل كما يشاء. فالأربعون سنة الماضية هذه التي تعطيك حقيقة الناس، من كان في وسط خضم هذا الفساد الكبير، من استطاع أن يكبح جماح نفسه ولا ينزلق ولا يتاجر بذمته ولا بضميره ولا بدينه، ولم يتفوه بكلمة فساد، ولم يمد يده لرشوة ولا شراء ذمته طول هذه الفترة، هو صابر، ومع ذلك تجده مقصاً لا يمكن من شيء، لأن معيارهم كان واضح. من فضل الله على الشرفاء طول الثورة الماضية، طول النظام الفاسد الماضي، من فضل الله على شرفاء الناس أن النظام كان لا يكره أحداً على الفساد. إذا قيل لك نريدك أن تتخذ موقف فيه ظلم ولا فجور، ولا نعطيك سلطة ولا نعطيك كذا على أن تعمل كذا، تغتال، تكذب، تنافق، تعرف عندما يعرضون عليك هذا الأمر أنك ستجد المقابل من عرض الدنيا، ستمكن من المنصب وتعطى السيارات الفاخرة وتعطى الموبايلات وتعطى المال وتعطى كل مزايا هذه، تعرف هذا، وذاك ضعاف النفوس يتهافتون ويتسابقون على هذه اللجان اللي كانت لجان الشعبية والمؤتمرات وإلى آخره. وعندما تعترض وتقول أو تكون سلبيا على الأقل، لا تعترض، حتى لا تعترض، إذا طلب منك ذلك تنجو بنفسك ولا تستجيب، من فضل الله على شرفاء الناس أنهم كانوا لا يكرهونهم على ذلك. هذه تعتبر حسنة إذا كان للنظام حسنة، إذا كان للنظام السابق حسنة فهذه من حسناته، كانوا لا يكرهون أحد، ما سمعنا أن أحد أخذ كرها على أن يكذب أو ينافق أو يهتف أو يسرق أو يعمل أي شيء، يغرونه بالمال إن قبل فبها، وإن لم يقبل فهناك مئات يتسابقون على هذا العرض. فإذا أردت أن تقيم الناس وتعرف حقيقة هذا الشخص، لا يغرنكم الآن من يخرج أحيانا، من يخرجون في الإعلانات وفي الإذاعات ويهتفون باسم الثورة الآن، الثورة المباركة، لا يغرنكم هذا، فإن كثير من الناس الذين كانوا يلبسون اللباس السابق في النفاق يلبسونه الآن، وصاروا ثواراً بعد 20 من شهر 8 بعد انتهى الجهاد. الجهاد انتهى بعد 20/8، الجهاد بالسلاح، القتال بالسلاح انتهى من 20/8. بعد 20/8 كثير من الناس الذين كانوا يقاتلون مع النظام السابق لما يأسوا والمسألة انتهت ما عاد فيها أي أمل، لبسوا لباس الثوار وصاروا الآن انضموا للثوار، وصاروا يقومون الناس الشرفاء السابقين الذين استطاعوا مدة 40 سنة وهم يناضلون. يناضلون بماذا؟ لا أقول لهم يناضلون بالسلاح، لأن ليس هناك أحد كان يناضل بالسلاح في ذلك الوقت، لكن يناضلون بمواقفهم المشرفة، لأن الناس مواقف، الموقف هو الذي يحكم عليك، لا تحتاج إلى أن تشهر سلاح، إذا اتخذت موقفا صحيحا في الوقت المناسب، إذا قيل لك نريدك رئيس مجلس محل، رئيس مجلس في ذلك الوقت، رئيس لجنة ثورية، رئيس مؤتمر الشعب العام، نريدك في رئيس المباحث لتتابع الناس وتقاتلهم، وفي ذلك الوقت أنت هربت من هذا وخفت من الله عز وجل وتركت ولم تستجب، هم لا يتابعونك ولا يبحثون عنك. إذا اتخذت موقفا مثل هذه المواقف في ذلك الوقت فأنت مناضل شريف كريم، لا يضرك الآن من يخرج في الإذاعات ويحاول أن ينال منك، فهذا لا يضرك أبدا. والناس يجب أن تقوم على هذا الأساس، يجب تقييم الناس على مواقفهم السابقة لا على مواقفهم اللاحقة. الآن كل إنسان يستطيع أن يقول ما يريد، لأن الأمور ليست بالدعوة، لا يعطى الناس بدعواهم،
لو كان الناس يعطى بدعواهم لابد من البينات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو الناس يعطى بدعواهم لما أحق حق ولا أبطل باطل. كل واحد سائل يدعي أي دعوة يقول أنا فعلت، أنا ثائر، أنا كذا، لكن أنت في حقيقة أمرك كذلك. ولذلك أنصح هؤلاء الناس الذين لم يكونوا في عهدهم الماضي في هذه النظافة ولم يكفوا أيديهم ولم يعفوا عن الحرام في ذلك الوقت، نطلب منهم احتسابا لله، نصحا لهم، نطلب منهم أن يكفوا ألسنتهم على الناس الشرفاء، لا يهاجموا الناس، عليهم أن يكتفوا بأنفسهم ويستروا على أنفسهم، على أنفسهم. لأن الإنسان عندما يكون هو مدان من الباطن يعلم باطنه ما في باطنه من سوء، لا ينبغي أن يعلن وهجومه على الناس ويدعي مواقف ربما كان الناس غافلين عنه. فعندما يدعي مواقف ليست لها قد ينبه الناس ليس من مصلحته، قد ينبه الناس إلى خفايا ما كان يصنعه. ولذلك لابد أن نقوم الناس ونقيمهم التقويم الصحيح على ما كان منهم عندما كان الناس في سعة من أمرهم، وكان من يريد أن يتقي الله يتقي الله ولا يكره على المعصية، وما كان يريد أن ينزلق في الحرام ينزلق. فمن كف وعف في ذلك الوقت وكف نفسه فهذا هو الذي الآن ينبغي أن يمكن، وينبغي أن تسند إليه الأمانة، وينبغي أن يقود الناس. ولذلك ما حصل في الأسبوع الماضي وقبل من التشويشات ينبغي أن نتنبه إليها، ينبغي أن نضع الأشياء في ميزانها الصحيح. الله عز وجل يقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ألا تطغوا في الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط بالعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا تأخذنا في هذا الأمر لا عصبية ولا قبلية ولا مصلحة خاصة ولا كره أحد ولا محبة أحد. لا تناصر أحد لمجرد محبته لك ولا لبغضه لك، هذا من الظلم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل هو أساس الملك، العدل الذي يقيم الناس به الحق هو الذي ننتصر به ونمكن لهذه الثورة. والله عز وجل يكون معنا، لأن الله ينصر الدولة العادلة لا ينصر الدولة الفاجرة. ينصر الدولة العادلة، قال العلماء الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. العدل شيء أساسي في حياة الناس، لا شيء أشد على الناس من الظلم. الله عز وجل ذكر أن من فوق سماواته أن الله ينصر المظلوم وأنه يستجيب له، ويقول دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول الباري عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. فعلينا أن نتجنب الظلم ولا نفعل ولا نقيم الشهادات ولا نترك الشهادات الكاذبة ولا نطلق الكلام على عواهنه هكذا فنتهم الناس الأبرياء، أو نزكي الناس المدانين. كما أن الأول ظلم فالتاني أيضا ظلم، أنك تزكي إنسان في انتخابات أو في غيرها أو في إعلام، تزكي إنسان وأنت تعلم أنه ليس على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أكرم الناس، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من أكرم الناس، قال أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال تسألوني عن معادن العرب، يعني قبائلهم، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عندهم نزعة قبلية كما هو الآن في وقت الحاضر. فقال تسألوني عن معادن الناس، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، يعني أفضل الناس وأحسنهم ومن ينبغي أن يكونوا موضع التقدير وموضع المسؤولية وموضع الاحترام بيننا، أجابهم بالمعيار العام المطلق، أكرمهم أتقاهم. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم ما يريدون من بادئ الأمر، ولكن أجابهم بجواب ما هو أنفع لهم، كما يسميها البلاغة الأسلوب الحكيم. أحيانا يأتيك السائل يسأل عن شيء وأنت تعلم أن سؤاله ليس فيه مصلحة بأن يجاب بالطريقة اللي هي في عقله، لأنه عند مفهوم ضيق للمسألة يريد أن يوجه المسؤول إليه. الإنسان يبقى أحيانا هو عنده في ذهنه فكرة يريد أن يتحصل لها جوابا شرعيا، فيريد أن يحصر الشيخ ولا المسؤول في هذا الجواب بحيث يجلي لنفسه طريق ومنفذ ومبرر، بحيث ما يفعله هو وما يفهمه هو يجد له مخرج شرعي. فالمسؤول عندما يكون حكيما وعالما وفقيها، وأكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه كل السجايا وكل الخصائل الكريمة والنباهة والفطنة، عندما سئل هذا السؤال ربما علم مقصد العرب من هذا السؤال، أنهم يريدون أن يزكي لهم قبائلهم، فلفت انتباههم إلى شيء أهم من القبيلة. كانوا يقول لكم دعوكم من هذه القبيلة، دعوكم من القبلية، أنا أقول لكم من أكرم الناس وهذا هو الذي ينبغي أن تحرصوا عليه. قال أتقاهم لله، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس عن هذا نسألك، أفصح عن أنفسه عن ما في أنفسهم، ما نسألوش فيك على المعنى العام للكريم ومن هو أكرم عند الله. قال تسألوني، تدرج بهم درجة أخرى وأعطى لهم مثلا لمن هو كريم عند الله وهو قدوة، وهو نبي الله عز وجل يوسف. اجتمعت فيه خصال كثيرة من العدل ومن تحمل المسؤولية ومن إقامة الشرع، فأراد أن ينبههم إلى أن الذي ينبغي أن يكون في أذهانهم كريم يكون في هذه الصفات التي في صفة يوسف، يقال يؤسف بالهمز ويوسف، والسين أيضا مضمومة ومكسورة هي مثلثة والضم أفصح. فأرشدهم إلى أن سيرة يوسف عليه السلام هذه ينبغي أن تكون قدوة لعامة الناس، فأيضا قالوا ليس عن هذا نسأله. فعلم بعد ذلك أجابهم على ما في أنفسهم، قال تسألون عن معادن العرب، يعني عن قبائلهم، فذكر لهم أن معادن العرب كيف تقيم الناس فيهم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني من كان في أهل الجاهلية فيه شهامة وفيه شجاعة وفيه نبل وفيه كرم ضيافة وفيه محاسن وفيه الصدق، فهذا ما كان في الجاهلية على تلك الصفة فهو في الإسلام أيضا هو من الخيار. لكن قيد هذا بحيث نفى عن ما كان فيه أهل الجاهلية، نفى عنهم كل خسيسة. هذه الصفات اللي كانوا عليها في الجاهلية، القبائل التي كانت فيها صفات حميدة في الجاهلية، هي أيضا ستكون من خيار الناس في الإسلام، لكن بقيد بشرط لابد منه. ربما يأخذ الناس هذا الجواب على إطلاقه فيقول ما دام الخيار في الجاهلية خيار في الإسلام، مثلا قبيلة قريش هذه كانت من خيار في الجاهلية، عندها صفات حميدة وعندها صفات قبيحة، فإذا تكون بصفاتها الحميدة والقبيحة هي من خيار الناس ومن أكرم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، يعني في الصفات الحميدة بقيد إذا فقهوا. إذا فقهوا بمعنى إذا أتمروا بأمر الإسلام، إذا كان لهم فقه وبصيرة بدين الله، إذا اتبعوا الحق، لأن الفقه هو التبصر، هو المعرفة، هو العلم الشرعي، هو العلم بما
طلبه الله عز وجل وبما نهى عنه وبوضع الأمور موضعها في موضعها الصحيح من العدل والحكمة والإنصاف والائتمار بأمر الله، هذا هو الفقه. فإذا أجابهم هذا الجواب: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، إذا هم أتمروا بأمر الله وتقيدوا بأمر الشريعة. فإذا معاني القبلية الفاسدة هذه المعاني كلها أبطلها الإسلام ولا قيمة لها، ويجب على المسلم أن يتخلص منها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له أن رجلاً من الأنصار تزوج امرأة ليس لها حسب، الحسب هو المال والآباء، الشرف الآباء والأجداد وكذا، ليست هي مشهورة من عائلة عندها مال ولا مشهورة من آباء يعني كرام مشهورين بالفضل والشجاعة والشهامة. العرب كانت قبائل منها من هو مغمور الذكر ومنها من هو مشهور. فتزوج هذه المرأة من قبيلة مغمورة الذكر أو من عائلة مغمورة الذكر ليس لها حسب، فطعن له في حسبها، فقال: تزوجتها لدينها وخلقها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له: لا يضرك ألا تكون فلان ابن فلان. وذكر له رجلا في الجاهلية مشهور بالفخر والحسب والنسب، وكان سيد قومه، كان يسودهم، وكان الناس يأتمرون بأمره: لا يضرك بعد ذلك ألا تكون فلان ابن فلان. الله أكبر. لحظة بس، باقي القصة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يضرك ألا تكون فلان ابن فلان، إن الله جاء بالإسلام فأكمل به الخسيسة وأتم به النقيصة وأذهب به اللوم، فلا لوم على المسلم، إنما اللوم لوم الجاهلية. اللوم على الإنسان أن يتخلق بأخلاق الجاهلية. أخلاق الجاهلية أن ينتصر لمذهبه أو ينتصر لانتمائه أو ينتصر لقبيلته أو ينتصر لعنصره. الآن نشاهد بعض الأشياء تدخل ضمن الخروج على الإمام والخروج على ولاية الأمر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل فيها فقتلة جاهلية. تجد الناس الآن، مثلا خذ مثال وزارة الأوقاف، تعين إمام أو خطيب للمسجد، تأتي جماعة بأي صيغة من الصفات تنتصر لمذهبها أي كان مذهبها حقاً أو باطلاً، فتعزل هذا وتقول بقوة السلاح: أريد أن يكون فلان هو الإمام. تعين مثلاً وزارة الأوقاف مندوب لها في منطقة من المناطق أن يتولى إدارة الأوقاف في تلك الجهة، تخرج جماعة أخرى بقوة السلاح ويقول: إما أن يكون فلان أو نتقاتل. أليست هذه دعوة جاهلية؟ أين طاعة ولاية الأمر؟ هذا هو الخروج على ولاية الأمر، عندما لا تطيع ولي الأمر في من يتولى أمرك، لأن هؤلاء كلهم ولاة أمر. من يتولى ولاية الأمر ليس فقط هو الإمام الأعظم ورئيس الدولة، بل كل من يعينه ولي الأمر على منصب، فلا يجوز الخروج عنه بالسلاح، لابد من الصمع والطاعة. وإلا من مات من الشباب وهو يقاتل على هذه الدعوة انتماء للمذهب وانتماء إلى الجهة، فإن قتلته قتلة جاهلية. اتقوا الله يا عباد الله، لابد من السمع والطاعة. لا ندخل البلد في فوضى، لأن هذا يدخل البلد في فوضى. كما أنت عندك سلاح، الناس الآخرون الذين يقابلونك في المذهب أو في الانتماء أو في الاجتهاد
هم أيضا عندهم سلاح، فهل تريدون البلاد أن تدخل في قتال؟ لابد من طاعة ولي الأمر ونطالب بالإصلاح. إذا كان هناك انحراف في التطبيق نطالب بالإصلاح، والذين يطالبون بالإصلاح أو يقومون باعتصامات في الميادين عليهم أن يطالبوا بمطالب تكون موضوعية. نطالب، نذكر مبادئ، نريد كذا، نريد شفافية، لا نريد أن يتسلق الناس ويتولوا المناصب وكانوا في العهد السابق من أتباع النظام، لكن نقول كل شخص يخرج يريد أن ينفذ هوى في نفسه ويقول أنا لا أريد فلان. كما قلت لكم هذا التقييم لابد أن يخضع لمعيار صحيح، قد يكون بينه وبين هذا الشخص كراهية، أو قد يكون هذا الذي يطالب بالتغيير هو نفسه في ذاته متسلق أيضا، فهذه تدخل الناس في فوضى ولا نعرف المحق من المبطل. علينا أن نطالب بمطالب موضوعية زي ما يطالب العالم المتحضر الآن في الغرب. يعني هل تجد إنسان يخرج في مظاهرة ويقول أنا أريد استقالة فلان، ولا يقول أنا أريد هناك خطأ ارتكب من فلان ولا ارتكب من الجهة الفلانية ولا المجلس الفلاني نريد تصحيحه. هكذا تكون المطالب. الآن في أماكن للدولة يحتلها ناس مسلحون لا يمكنون الدولة حتى من العمل، يعني هذه حكومات داخل حكومة، الآن صارت حكومات داخل حكومة، هذا خروج عن الطاعة، لا يجوز شرعا، حرام عليكم أيها الناس لا تفعلوا هذا، لأنكم تدخل البلد في فوضى وقتال قد لا ينتهي. لابد أن نخرج من الأماكن العامة ونتركها للدولة هي التي تسوسها. هذا المبنى تريده الدولة لوزارة العمل، لا يجوز لأي جهة أخرى أن تأخذها. هذا المبنى هو أساسا للدعوة الإسلامية، لا يجوز لأي جهة أخرى مسلحة أن تستولي عليه، حرام عليك أي إن كانت هذه الجهة. لا يجوز لأي وزير ولا أي مختص ولا كذا أن يتصرف من عندي، بل التصرف لابد أن يكون من أهل الاختصاص. وإذا كان طالب الدولة بأن تحدد الاختصاصات، من له الحق في تحديد هذه الأماكن لفلان أو لعلان، لابد أن تكون هناك جهة واحدة، لا تكون 100 جهة كل واحد يمكن لشخص ثم بعد ذلك يلتقون معا في ذلك المكان ويتقاتلون عليه. هذه أشياء تنظيمية لابد منها، الدول لا تقوم إلا بهذا. من له الحق في تخصيص هذا المكان لهذه الجهة؟ جهة واحدة فقط، لابد أن تكون في الدولة جهة واحدة التي تملك هذا الحق، لا يجوز جهة أخرى بعد ذلك أن تتعدى، وتعديها بعد ذلك يعد خروجا عن الطاعة. ثم إنه لا يجوز لأي وزير ولا أي مسؤول أن يستولي على جهة من تلقاء نفسه لأنه يرى نفسه وزير أو مسؤول ويحتل مكان، بل يأخذه بالشرعية، يأخذه من رئاسة الدولة أو الجهة التي تملك التخصيصات. هذا لابد أن يكون مأخوذ في اعتبار إذا أردنا أن نسلم بلادنا من الفتن ومن الدخول في فوضى عارمة قد لا تنتهي. تفضل اسأله. هذا كلام هذا كلام صحيح، وهذا مطلب كل الليبيين، وهذه الشكوى المرة التي نشكو منها جميعا. لكن كيف الإصلاح؟ الإصلاح أن تمكنوا الدولة من أن تفرض القانون، عليكم أن تخرجوا لتأييد الدولة، لأن إذا لم تكن هناك شرعية احنا نطلب من الدولة أن تقول الجهة الفلانية، حتى الدولة ما عندهاش سلاح تقول مثلا أني أخذت 100,000 من الثوار عندهم الشرعية. إذا تقول دولة الجهة الفلانية وهذه الجسم عندها الشرعية
نعطيها بعد ذلك الشعب كله يقف معها ونقول لها من قاتل من هذه الجهة المنتمية للدولة فمات فهو في سبيل الله، ومن قاتله يكون في نار الله، لأننا لا نريد الدولة تتبنى جهة هي تعطيها الشرعية بحيث تمشط المدن. هذا كلام قلناه، هناك مدن لا يزال فيها كثير من أنصار النظام ويهددون البلد بعدم الاستقرار وهم يبتون الفوضى، وكل الآثار التي نراها على السطح في حوالينا كلها مبعثها من هؤلاء الناس. الناس عليهم أن يكونوا إيجابيين، وربما أن يخرجوا في اعتصامات سلمية تؤيد الدولة، تؤيد الحكومة، وتطلب منها أن تتخذ إجراءات قوية في فرض القانون، وتأخذ من الثوار ما تستطيع أن تفرض به النظام في الدولة، بحيث ما نسمحش لكل إنسان أن يتعدى ويأخذ مبنى أو يأخذ مقر أو يهجم على جهة أخرى أو يطرد فلان أو يقول أنا لا أريد فلان. لا نترك الناس إلى هواها، لأن إذا تركناها إلى هواها فهوى الناس متعارض وهوى الناس يتضارب، وكل إنسان عنده شيء يريد أن يصل إليه، وكثير من الناس لهم مقاصد غير صالحة. الناس عليهم أن يؤيد الدولة، يجمعوا أنفسهم وينظموا أنفسهم ويظهروا للدولة تأييدها، ويطلب منها على الفور أن تتخذ قرارات جريئة وسريعة في فرض النظام قبل أن ينفلت الزمام. لابد من تمشيط المدن التي بها كثير من أنصار النظام، لأن الدولة الآن عاجزة، ما عندهاش سلاح، السلاح اللي عند الناس أكثر من السلاح اللي عندها هي، فعاجزة عن أن تمشط هذه البلدان وهذه المناطق. في الجنوب كثير من المدن لا تزال فيها أسلحة كثيرة، في داخل طرابلس هناك أناس معسكرات قائمة بذاتها وتفعل ما تريد، تعتقل من تريد، وأحيانا تنفذ حتى أحكام الإعدام على من تريد، والدولة في غفلة عنها. لابد من الحزم، لابد من تقول للدولة سلطان وصولجان وقوة، وإلا كيف تكون دولة؟ لا ينبغي أن يترك الناس هكذا، لابد، هذا أمر عاجل لا يتحمل التأخير. وزارة الداخلية، وزارة الدفاع لابد أن تقوم بواجبها الآن، لا تنتظر إلى 6 أشهر. إذا انتظرت إلى 6 أشهر بعد ذلك ربما نجد السفينة قد غرقت ولن تحصل على شيء. أعداء الثورة قد جيشوا جيوشهم الآن، يشترون السلاح بكميات كبيرة وينظمون أنفسهم، وكذلك المفسدون من تجار الخمر وتجار الحشيش أموالهم كثيرة وأموالهم طائلة، ويشترون ضعاف النفوذ من الذين ما لهم ويأخذونهم إلى جانبهم ويغرونهم بالأموال الطائلة، ودول لا تزال تذهب خطوة خطوة. إلى أمتى هذه الخطوة الخطوة؟ الناس الآن يتململون كما ذكر هذا السائل، يريدون فرض القانون، يريدون حماية أنفسهم. البارحة بالليل سلاح ثقيل يطلق هنا في تاجورا، سلاح مرعب مخيف. كيف هذا؟ لا يمكن هذا، لا يجوز للناس أن يستعملوا السلاح. السلاح الآن أمانة في أيديهم، عليهم أن يحافظوا به على الأمن. وعندما نقول هذا الكلام لا نتهم كل الثوار، الثوار فيهم الفضل لله عز وجل ثم لهم في حفظ الأمن. الآن الدولة ليس لها قدرة على حفظ الأمن، فحفظ الأمن الآن في الطرقات، وهم الذين أعطوا الآن، الثوار الحقيقيون هم الذين أعطوا الهيبة للدولة بحيث لا تستطيع رؤوس النظام أن تخرج، وإلا لولاهم في الشوارع ويتحملون هذا البرد القاسي طول الليل ويسهرون من أجلنا، لولاهم لا رؤوس النظام كانت قد خرجت علينا بأسلحتها وبتت الفوضى. لكن هناك شريحة من الناس لابد من الدولة أن تقوم بواجبها لتفرض القانون حتى لا تسمح بمثل هذه الانتهاكات التي رأيناها الأسبوع الماضي وتتكرر في كل مكان. هذا ما نرجو الله عز وجل أن يوفقنا إليه ويثبتنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن. نسأل الله تعالى أن ينصر أهل الحق وأهل الجهاد في بلادنا وفي بلاد المسلمين، في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.